بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. صلى الله عليه وسلم. تفضل. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب مس المصحف والدراهم التي فيها القرآن. قال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أنه قال: في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم: لا يمس القرآن إلا على طهر. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن ابن جريج عن سليمان بن موسى مثله. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عمن سمع الحسن يقول: لا بأس أن يأخذ المصحف غير المتوضئ فيصعد من مكان إلى مكان. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن ابن جريج عن عطاء أن رجلا قال لابن عباس: أضع المصحف على فراش أجامع عليه وأحتلم فيه وأعرق عليه؟ قال: نعم. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن ابن جريج أنه قال: قلت لعطاء: أيمس الجنب والحائض المصحف وهو في خبائه؟ قال: لا. قلت: فبين أيديهما وبين أخبتيه ثوب؟ قال: لا، ولا الخباء أكف من الثوب. قلت: فغير المتوضئ وهو في خبائه؟ قال: نعم، لا يضره. قلت: فيأخذه مطبقا؟ قال: نعم، يعني مغلق يعني. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: لا يمس المصحف مفضيا إليه غير متوضئ. قلت: فبين أيديهما وبين أخبيته بالعلاقة بهذه الغلاف، نعم، وبين أخبيته ثوب؟ قال: لا. قال: ولا الخباء أكف من الثوب. قلت: غير المتوضئ وهو في خبائه؟ قال: نعم، لا يضره. قلت: فيأخذه مطبقا؟ قال: نعم. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن الثوري عن جابر عن الشعبي وطاووس والقاسم بن محمد: كرهوا أن يمس المصحف وهو على غير وضوء. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن وهؤلاء من الفقهاء السبعة، نعم. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: أحب ألا تمس الدراهم والدنانير إلا على وضوء، ولكن لا بد للناس من مسها، جبلوا على ذلك. قال ابن جريج: وكره عطاء أن تمس الحائض والجنب الدنانير والدراهم. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن الزهري أنه قال: لا تمس الدراهم التي فيها القرآن إلا على وضوء. وقال معمر: وكان الحسن وقتادة لا يريان به بأسا، يقولون: جبلوا على ذلك. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن هشام بن حسان أنه قال: أرسلني ابن سيرين أسأل القاسم بن محمد عن الدراهم التي فيها ذكر الله، أيبتاع بها الناس وفيها الكتاب؟ وسألته فقال: لا بأس بالكتاب يتبايعون، إنما يتبايعون بالذهب والفضة. لو ذهبت بالكتاب في رقعة ما أعطوك شيئا، ولكن لا تمس الدراهم التي فيها ذكر الله إلا على وضوء. هذا قاسم بن محمد. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أنه قال: لا يمس الدراهم التي فيها ذكر الله إلا على وضوء. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أنه قال: لا يمس الدراهم غير متوضئ. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن الثوري عن منصور عن إبراهيم مثل ذلك، إلا أنه قال: من وراء الثوب. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه سئل عن الهميان فيه الدراهم فيأتي الخلاء، قال: لا بد للناس من نفقاتهم. وقال الايه هميان، نعم، اللي هو اسف اللي هو ما يكون تحت السروال، نعم. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن الثوري عن منصور انه قال: سألت ابراهيم: اكتب الرسالة على غير وضوء؟ قال: نعم. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن الثوري عن جابر عن الشعبي أنه قال:
يكره أن يكتب الجنب بسم الله الرحمن الرحيم. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن قتادة أنه قال: لقد كان يستحب ألا يقرأ الأحاديث التي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا على وضوء. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن صدقة بن يسار أنه قال: سئل ابن المسيب عن ذلك فلم ير به بأسا. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن شيخ من أهل مكة أنه قال: سمعت سفيان العصفري أن يقول: رأيت سعيد بن جبير بالى ثم غسل وجهه ثم أخذ المصحف فقرأ فيه. قال أبو بكر: وسمعته من مروان ابن معاوية الفزاري. طيب، هذه المسألة مسألة مس المصحف على غير طهارة، سواء كان جنابة الحدث أو تلبس الماسك بالحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، وأيضا معاملة الدراهم والدنانير، معاملة المصحف، وطبعا عندنا الآن معاملة إيش؟ الهواتف النقالة، معاملة المصحف. احنا نقول أولا هذه المسألة أهل مكة يتساهلون فيها أكثر من أهل الكوفة، أهل الكوفة يتشددون جدا فيها، وأيضا في المذاهب الشافعية يرون أنه لا يجوز مس المصحف إلا على طهارة، هذا خلاف الذكر، لأنهم اتفقوا جميعا على أنه يجوز أن يذكر الله تعالى حالة كونه جنبا، حالة كونها حائضا على غير طهارة، يجوز أن يذكر الله تعالى إلا في قراءة القرآن، كما قال علي بن أبي طالب كان سلم يقرأ القرآن على كل أحواله سوى الجنابة، كما بينا قبل ذلك الجنب أو الحائض لا يقرأان القرآن، أما الذكر فاتفاق أنه يقرأ ويذكر حتى لو كان لم يكن على طهر. النبي سلم في غاية الأمر لما مر رجل يسلم عليه فضرب على الحائط فأكمل الطهارة تيمما وكان يتوضأ، فقال: كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فالمستحب أن يكون على طهارة، وإن لم يفعل فلا شيء في ذلك. المسألة هنا على مس المصحف على غير طهارة، كما قلنا أهل مكة ييسرون ذلك، حتى أن ابن عباس يتجه إلى أن الجنوب يقرأ القرآن، وهذا خطأ بين، لا يصح حتى تعظيما للكتاب، ما لكم لا ترجون الله وقارا، من بين الأدلة، لكن المسألة فيها خلاف، لكن الصحيح أنها لا تقرأ، والذي خفف عن الحائط خوفا من نسيانها، وأيضا أن الحق أنها لا تقرأ القرآن حتى كونها حائضة. أما مس المصحف كما قلنا تساهل بعض الشيء أهل مكة، وأهل الكوفة يعني قد اتفقوا على المنع من ذلك، وهذا قول الشافعية، وهو يحرم مس المصحف، لا سيما أن الحديث الذي غلبت شهرته على البحث في إسناده حديث عمرو بن حزم قال: ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولا يمس القرآن إلا طاهر. طبعا يحتجون بدليل أعم وهو لا يمسه إلا المطهرون، هذا في اللوح المحفوظ، لكن الحديث عندنا ظاهر لا يمس القرآن إلا طاهر. الكلام هنا بقى إدخال أو إلحاق العملة المعدنية مع المصحف، هم ألحقوها، يعني أهل الكوفة ألحقوها بالمصحف وقالوا لا يجوز مسها، لكن بعضهم تساهل قالوا ضرورة، الحاجة ملحة في ذلك نفقاتهم، فقالوا ضرورة. فإذا نحن نقول الآن إذا قلنا بالعملة غير العملة، هنا الآن الهواتف النقالة، فنقول إن كان حمل الهاتف على قول أهل الكوفة، يعني إن كان حمل الهاتف ضرورة واستعماله ضرورة فله أن يحمله وإن كان فيه المصحف كاملا، وإن لم يكن ضرورة فلا يصح. وعلى أهل مكة يقولون بالسماح بالمس، بالسماح والتوسط في هذا الباب، نقول لا يمس إلا إذا احتاج إلى ذلك سبيلا، فإن كان استطاع أن يقرأ من حفظه بظهر القلب، أو كان معوزا في القراءة ولم يرد ماء ليتطهر وعنده الموبايل فله أن يمسكه، ولكن المصحف لا يصح له أن يمسكه بحال من الأحوال. هذا الراجح الصحيح في هذا الباب. والهواتف تنزل منزلة المصاحف، الهواتف تنزل منزلة المصاحف، إلا أننا قلنا لأنها جمعت غيرها معها، فالمسألة على الغالب لو كان الأكثر البرامج أكثر من المصاحف فلا يأخذ حكم المصحف، وإلا فيأخذ حكم المصحف ويتساهل فيه إن احتاجه المرء. هذا الراجح الصحيح في هذا الباب. لكن نخلص إلى أنه لا يجوز مس المصحف إلا عن طهارة، لا يمس القرآن إلا
إلا طاهر. وهذا فتوى كثير من فقهاء الإيش المدينة السبعة غير سعيد المسيب. سعيد المسيب يتساهل في هذا، أما القاسم وغير القاسم يقولون بعدم الجواز لهذا، وهذا الراجح الصحيح الموافق لظاهر السنة لا يمس القرآن إلا طاهر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء.